كابتن حسين لبيب كان ليه كلمة كمان مهمة جدا، هنستعرضها كمان عشان نسمع ونشوف رئيس نادي الزمالك على شاشة قناة الأهلي بيقول إيه. نتابع. احنا فترة مش كانت بسيطة، كان في فترة معينة يمكن كان في صراعات، واحنا لا يعني نادي الزمالك ليس له أي صالح في هذه الصراعات، احنا كل اللي فيه إن احنا منافسة شريفة مع النادي الأهلي، ونتمنى أن نتطلق كذلك. يعني احنا أنا واحد من الناس اللي أنا كان منتخب مصر كنت بتمرن داخل نادي الاهلي، وكان الكابتن خالد مرتجي بيتمرن معانا، يعني كلنا اخوه يا جماعه، وايام المنتخبات كلنا بنطلع مع بعض السفريات ونقعد مع بعض. احنا عايزين نرجع هذه الروح تاني مره اخرى، كان في وقت كده عايزين كلنا ننسى هذا الوقت ده تماما بالنسبه لنا وبالنسبه للجماهير بتاعه الناديين. الناديين اللي هم بنسميهم وكل الاعلام بيسميهم قطبي الرياضه المصريه، قطبي الرياضه المصريه دول يبقى المنافسه بينهم شريفه، وكل واحد ينتمي للنادي ويدافع عن حقوق النادي، بس في نفس الوقت يبقى بالايجاب بصوره ايجابيه وليس بصوره سلبيه. يا ما برضو نقعد بالتالي ونعمل يا ما ما يسمى سيبنا من كلام ده خالص، خلونا طبيعيين زي عوائلنا، كل واحد يشجع النادي براحته خالص ويدافع عن النادي براحته خالص، بس يلتزم حدود الادب، لان اساسا الرياضه اساسا اخلاق فعلا قبل ما يكون ادب. دي يعني جمله من الحاجات اللي لابد ان نكون نعيها ونحافظ عليها ونعمل عليها. دلوقتي انا برضو يعني تواجدكم هنا كمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود القصير، وان شاء الله اول فرصه احنا برضو يشرفنا ان احنا نيجي لحضراتكم، وده برضو شيء ايجابي جدا جدا. اي وقت الكابتن محمود المجلس كله نيجي لزياره حضراتكم، وهنسعى فيها ان شاء الله، وعايزين الميلاد تبقى مستمره على طول. اللي عايز يقول معايا كده بعد اذن حضراتكم مع كل الناس سواء الاعلام جميع انواعه. احنا النهارده الغايه ما يسمى الصوره الذهنيه لنادي الزمالك بترجع تاني ودائما زي الصوره اللي كل الناس عنده معتاده عليها، فبنطلب بعض من الاعلام ان هو يقف بجانب نادي الزمالك وبجانب النادي الاهلي ونوع من المواده والمنافسه الشريفه، وما يبقاش فيه اي حاجات من الخلف بتحصل على كده. وانا متخيل ان الاعلام له دور كبير جدا في الجمله اللي انا قلتها. النمره دي برضه احنا علاقتنا ان شاء الله مع جميع الانديه على رؤساء النادي الاهلي سوف تظل في حاله جيده طول ما كل واحد يمشي مع النادي بيدافع عن النادي بيدافع عن حقوق النادي بدون اي اتهام للاخر، انما من حق كل واحد فينا ان هو يشتغل للنادي على اكمل وجه، وده فعلا يشرفنا ان احنا نكون من ضمن هذه المنظومه. وانا بتشرف ان انا برقص ناس افاضل ومجلس اداره نادي الزمالك كلهم نفس اللي انا بقوله ده كلنا متفقين عليه من اول يوم، فبشكرهم على المجهود اللي ادوه خلال ال 100 يوم السابقه. فعلا يمكن الحمد لله قدرنا كلنا مجهود زملائي اكثر من اي حد تاني ان احنا نغير من الصور اللي هي كانت متاخده على نادي الزمالك، وده بجد يعني مساعدنا جدا جدا. اخيرا يعني برحب بكل الحضور من اولهم لاخرهم، وفعلا كان ينقصنا الوزير العم فاروق، واحنا يعني انا واحد من الناس كنت عايزه جدا، ومقتنع ان هو فعلا عمل حاجات كتير للرياضه المصريه في النادي الاهلي، ولا يمكن لاي حد انه ينكر ذلك. فيعني بجد برضه يعني كان يشرفنا بكل ما يعني رحمه ربنا عليه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للاستاذ حسين لبيب او كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في كلمه موجزه وهامه جدا على العلاقه التاريخيه اللي بتجمع الاهلي والزمالك طوال السنوات الماضيه.